مرحبا بنات والولاد، اش اخباركم؟ معكم نورا من يوميات نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده اللي غنشارك معكم فيها واحد كلاص بالنكهه ديال الفريز اللي كيجينا رائع بزاف بزاف في المذاق، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتخليو ليا في التعليق زوينين ديالكم كيف غادي يجيكم. وقبل ما ندوزو المكونات ديالنا، نتمنى انكم تدعموني باللايك ديالكم، واذا كنتو اول مره غادي تشوفوا لاشين ديالي نتمنى انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وندوزو المكونات اللي غنحتاجو لهاد الكلاص ديالنا. المكونات كيف كتشوفوا معايا البنات بساطين بزاف بزاف، ويقدروا يصوبوا حتى الولاد، علاش لا؟ راه طريقه التحضير ديالو كتجينا سهله بزاف. غادي نحتاجوا واحد بكيه ديال كلاص بالنكهه ديال الفريز، وزن 120 غرام، وعندي كاس وربع ديال الحليب اللي كيكون بارد، وعندي النكهه هنا ديال الفريز اختياريه، اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش يقدر يكتفي غير بهاد النكهه ديال الفريز. انا غادي نضيف منها شويه، كتعطي في الصراحه واحد اللون غزال والنكهه كتجينا زوينه. غادي نبداو بسم الله. اول حاجه البنات غادي نخويو هاد البودره ديال الكلاص، وغادي نحتاجو خلاط كهربائي باش غادي نطلعو الكلاص ديالنا. غادي نضيف ليهم الحليب، وغادي نطرب البنات هاد الكلاص ديالنا مزيان مزيان حتى يطلع لي شويه. عاد واش غادي نضيف ليه النكهه ديال الفريز. دابا البنات من بعد ما طربت الكلاص ديالي مزيان تقريبا من 10 دقائق حتى لواحد 15 دقيقه باش يطلع لينا مزيان، هانتوما غادي نغطيو عليه دابا بطبيعه الحال، وغادي نحتفظوا به في المجمد. انا البنات كنحتفظ به واحد ليله كامله باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي تكون مزيانه، حيت الا خلينا هكا غير واحد 4 سوايع او 5 او حتى 6 ما كنحصلوش على نتيجه غزاله، مي الا خليناها البنات هكا يبات كتكون النتيجه احسن. وهاد الكلاص البنات راه ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد ديكوراسيون باش غادي نقدموه اللي كيجي غزال بزاف وكيجينا مختلف في نفس الوقت. غطوها البنات مزيان بحال هكا باش ما تخش ليه الريحه ديال المجمد، نتاكدوا بانه تغلف لينا مزيان. وكيف غنبقى نقول لكم دائما البنات، انا دائما كنبغي نعطيكم كل وصفه وندخل لكم معها يا ديكوراسيون يا ندخلوا عليها هكا شي طريقه ديال التزيين لي تكون مختلفة باش في نفس الوقت تستافدوا من الفيديوهات، ماشي غير الطريقة ديال الطياب، حتى الطريقة ديال التقديم ديال هذيك الحاجة اللي غنصوبوها راه كتكون عندها واحد الحلاوة بوحدها البنات. المهم دابا ما نطولش عليكم الفيديو، انا غادي نحط هاد الكلاص ديالنا في المجمد باش غادي يبرد ليا وهكا يتجمد، ونتلاقاو ان شاء الله من يوجد لينا. البنات من بعد ما تجمد لينا الكلاص ديالنا
وبرد مزيان مزيان. انا خليت واحد ليله بحال هكاك باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي غزاله، يعني من الافضل اننا نحتفظوا به ليله. ها نتوما كيف كيجي. دابا البنات غادي نرجعوا المجمد باش ما يذوبش ليا، وغادي ندوزوا البنات باش نوجدوا واحد ديكوراسيون، حيت كما كتعرفوا البنات انا بغيت نقدم لكم وصفه وفي نفس الوقت نوجد معكم واحد ديكوراسيون ليها باش يعطي واحد المنظر غزال اكثر واكثر. انا غادي نوجد معكم ديكوراسيون ديال بلا واحد، وبطبيعه الحال نتوما غادي ديروا جوج لي بلا او ثلاثه على حسب الاختيار. الحويجات اللي غادي نحتاجوا ليهم الديكوراسيون، غادي نحتاجوا هنا شوكولا ديب كميه اللي غادي تقدنا بحال هكا، وعندي شوكولا صيفات للتزيين، وعندي هاد العقيق اللي في اللوينات، وعندي هاد الصوص بنكهه ديال الفريز. بما انه حنا مصوبين كلاص ديال الفريز قلت غادي نرافقو بهاد الصوص ديال الفريز باش تعطيه نكهه زوينه، غير هكا للتزيين وصافي. وعندي هنا البنات جوج نفاخات كيف كتشوفوا معايا. النفاخات البنات خاصكم تاكدوا بانها تكون ماركه زوينه وتكون غليظه، حيت الا كانت نفاخه غير عاديه وهكا رقيقه راه غادا تفرقع لكم بالشوكولا ديالها. كي خاصكم تاكدوا بان النفاخه نوعيه مزيانه اللي كتكون غليظه، ماشي هذيك النفاخه اللي رقيقه. انا هنا عندي جوج نفاخات اللي خاصنا البنات يكونوا عبار واحد، نحاولوا اننا نديروهم عبار واحد. ناخذ القياس مثلا بالجبانيه اللي غادي نديرو بها، انا خديت العبار على هاد الجبانيه يعني نفختها وحطيتها هنا، والاخرى حتى هي نفس الطريقه كيف كتشوفوا. نحاولوا ما امكن البنات اننا نديروهم عبار واحد. وبالنسبه للتزيين ديال هاد ديكوراسيون ديال التحليه ديال الكلاص غادي تشوفوا معايا من الاول حتى الاخر كيف غادي نوجدو، خليكم معايا.
الشكل النهائي ديالنا لهاد الديكوراسيون من بعد ما كملنا. كيف شفتوا معايا كاع المراحل بالنسبه لهاد الشوكولا ديالي كنديرو في النفاخات، راه كندوبلو على جوج مرات باش يجينا هكا قاصح وما يتهرش لينا. وبالنسبه لهاد التواويرات اللي درنا بهذاك المول ديال الحديد، هذاك البنات كنديرو في الماء يكون طيب مزيان مزيان ونمسحو بكلينيكس كيف شفتوا معايا باش يعطينا هاد الدور ديال الشكلاط اللي كيخرج لينا بحال هكا وكيجي المنظر ديالو غزال. وبالنسبه لهاد العقيق زينت بيه على هاد الشكل، كناخد غير نقيطه ديال الشكلاط باش يلصق ليا من الفوق. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. الديكوراسيون بنات ما نقول لكمش بانه سهل، كيبغي غير شويه ديال الخاطر وصافي باش نزينوا الاطباق ديالنا ونعطيوها منظر زوين بزاف بحال هاد لي كلاص. كنا غادي نقدمو في كيسان ديال لي كلاص عاديين، اما الى هكا صوبنا ليه بحال هاد الديكوراسيون كيتقدم فواحد الشكل لي زوين بزاف. هانتوما شوفوا كيف كيجي. نتمنى انكم تجربوا وتخليوا ليا تعليق زويني بحالكم كيف غادي يجيكم. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تبارتاجوها مع الأصدقاء ديالكم، ونتمنى أنكم تدعموني بلايك ديالكم وديروا لي أبوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات جديدة.